الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر 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 ما ذكره الذاكرون الله أكبر ما كبره المكبرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل العيد هناء وسرورا وتفضل بهذه الأيام المباركة على من كان عبدا شكورا نشهد أنه الله وحده لا شريك له نبوء له بنعم علينا أسبغها ونشكره على ما شرع لنا من مناسك نتقرب إليه بها أما بعد عباد الله هذا يوم عظيم من أيام الله المباركة شرعت للمسلمين فيها أعمال من أجل العبادات وأعظم القربات وأزكاها عند رب السماوات أيام أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر